يعني رح ننتقل لفقرة مهمة كتير سمر لنحكي فيها عن اقتصاد المعرفة ودور الباحثين السوريين بالوطن والمغترب. أيضا بدأ منذ أيام في مقر الهيئة العليا للبحث العلمي في دمشق أعمال المؤتمر العلمي الثاني للباحثين السوريين المغتربين لعام 2020 الذي تنظمه الهيئة عن بعد، وذلك تحديا للظروف الحالية وبسبب الجائحة العالمية كورونا. لنتعرف على تفاصيل المؤتمر بسرنا يشاركنا صباحنا لليوم الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي وأيضا أستاذ في كلية الصيدلة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، صباح مشاهدين، شكرا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك عن جديد دكتور. بالبداية خلينا نتعرف شو هو الاقتصاد المعرفي. هلا هي كلمة أكيد بظنوها كبيرة، لكن هي فعلا يعني المعنى تبعها كتير بسيط، هو كيف تستثمرين المعارف أو المهارات المعرفية في دعم اقتصاد وطن ما أو مجتمع ما. إذا بدنا نعطي مثال كتير بسيط، ربة منزل تعرف تساوي مخلل، ماشي؟ هلا هي ممكن انه يعني طعمي ولادها طعمي بيتها، بس ممكن تساوي شيء منتج للسوق. لكن ايمت ببلش فعلا اقتصاد المعرفه الحقيقي؟ انه هي بتعرف تعمل مخلل، فهي بدها تعطي هي الاطرميز او هذا بدها توصله لبرات سوريا، تمام؟ حلو. وبنفس النكهه وبنفس الطعمه هون بتبلش الحقيقة التكنولوجي، انه كيف بدي حافظ على نفس الطعم يوصل لبرا الحقيقة لحتى يجيب لي عملة صعبة. هون اقتصاد معرفي. طبعا اعطيت مثال كتير بسيط، لكن وين الدول اللي يعني بتظهر فيها اقتصاد المعرفة او ظهرت بالبداية؟ مثلا اليابان، هي جزر ما عندها مقدرات كتيرة، ما عندها نفط، ما عندها هدف، اعتمدت كتير اقتصاد المعرفة، بتاخذ منتجات من برا، كان استخدمت الهندسة العكسية مثلا، عرفت كيف بيصير هالسيارة او كي هذا، طبقتها طورتها باستثمار العقول اللي عندها، طورتها وصدرتها. الحقيقة هي ما كتير تكلفت، ما عندها مقدرات. إذا اقتصاد المعرفة بالدول يلي بالأساس ما عندها مقدرات، أو هلأ كتير هام بسوريا الحقيقة، لأنه نحن بنعرف أنه جزء من مقدراتنا منهوبة، إن شاء الله بيرجع كل شبر بأقرب فرصة. لكن فعلا نحن عنا عقول جميلة سورية تبدع بأي بيئة يعني تمكينية لها. بالخارج عنا أمثلة كثيرة يجب أن نستغلها، وهذا نبني فيه اقتصاد معرفي جدا جميل إن شاء الله يا رب. يمكن بديت لنا دكتور باقتصاد المعرفة بمثال جميل وبسيط ومبسط لكل هلأ حدا عم يحضرنا. يمكن في عاملين أساسيات مثل ما ذكرت، هي المواد الخام وايضا العقول المفكره. عقول يعني تماما يعني مثل ما بنعرف مؤتمر عم يشارك فيه باحثون سوريون وايضا من المغترب، تحضيرات دامت 6 أشهر رغم الظروف اللي نحن عم نعيشها، ولكن نحن بظروف ايضا لازم نسعى فيها انه نحن نطور هذا الشيء. ويمكن هذا الشيء كثير مهم لكل اللي عم يحضرنا، بيقولوا هلا مو وقت المؤتمرات، هلا وقتها للمؤتمرات. طبعا خلينا نحكي هلا عن وقت اقتصاد المعرفه وقت المؤتمرات 100%. خلينا نحكي نحن عن البرنامج اللي حضرتكم حاطينه. منذ البداية طبعا يعني مع شركائنا، يعني بوجه لهم كل التقدير والامتنان حقيقة، سواء وزارة الخارجية ولا نوسيا ولا مدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، الجمعية السورية المعلوماتية، وهيئة تخطيط التعاون الدولي. منذ البداية نحن حطينا محاور، هالمحاور الثلاثة اللي حطيناهم هن كلها العلاقة بتكنولوجيا، بما يسمى الثورة الصناعية الرابعة الحقيقة، اللي لها 10 عناصر من ضمنهم التكنولوجيا الحيوية والنانوية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة، وأيضا طبعا تتوافق كثير وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة. فحطينا المحاور اللي هي مثل اللي ذكرتهم، الطاقة والبيئة والتكنولوجيا. انضاف محور رابع نتيجة بعض الأوراق المتميزة اللي وصلتنا من باحثين سوريين في المغترب، هو إدارة المعرفة والتقانة. إذا صار عندنا 4 محاور الحقيقة، امتدت على 3 أيام و8 جلسات علمية إضافة لجلسة المناقشة أو التوصيات. الحقيقة جو النقاش كان رائع جدا. أنت بجلسة واحدة عم تجمعي 5 باحثين في إحدى جلسات مثلا التقانة الحيوية، جمعتي 5 باحثين سوريين، 1 بأمريكا، 1 باليابان، بألمانيا، بالصين وبروسيا.
او بالباكستان عفوا وبروسيا. فهذا الجو هذا بيعطي الحقيقه وخاصه عن بعد يعني الان، لانه هذا بمؤتمر حقيقي صعب كثير تجمعي هالباحثين يعني فيزيكلي انه يكونوا موجودين معك، بينما عن بعد فانت قادره تحكي معهم بنفس اللحظه، قادره انه تحفز النقاش بيناتهم. في نقطة كتير مهمة بالمؤتمرات عن بعد إنه وبباحثين السوريين المنتشرين بكل أنحاء العالم بالقارات الخمس، إنه كل حدا بتشرب من ثقافة البلد اللي عم يدرس فيه، فأنت عم تدمجي فعلاً خمس ثقافات بقالب واحد الحقيقة اللي هو المؤتمر، المؤتمر عن بعد عم تتلاقح الثقافات، يعني بمعنى إنه في حدا مثلاً إنه باليابان هيك بيساووا، بألمانيا هيك بيساووا. هلا ممكن بالنهايه توصلوا لنتيجه انه شو افضل تجربه، التجربه الالمانيه ولا اليابانيه، بس ممكن تطلع وغالبا بتطلع تجربه سوريه، تطلع تجربه سوريه بجوز تكون افضل من التنتين لانه بتتلاقح التجربتين مع بعضهم البعض وبيعطوا مخرج افضل من الاثنين. حلو اكيد. دكتور هلا نحن عم نتابع الماده، عم نتابع المؤتمر، خلينا نحكي عن اهميه التفاعل يلي صار، اهميه دمج الثقافات المختلفه من المدارس السوريه المختلفه لكل الباحثين السوريين، وكمان هاي القصه الجديده التواصل عن بعد، خلينا نحكي كمان عنها عن اهميتها وبهالوقت. طبعا يعني كهيئة عليا نحن احد مهامنا بمرسومنا بمرسوم احداثها هو التشبيك والتنسيق بين الباحثين، يعني انت لما بتحضري مؤتمر الحقيقة واحد من مثل ما بيقولوا الفروتس او الثمار المباشرة هو التنسيق. نحن مثلا نفترض كمان عم بسط كثير، عم بعطي امثله كثير بسيطه اليوم اسمحوا لي، يعني انه نحن بهال 6-7 باحثين السوريين اللي هن ما بيعرفوا بعض نهائيا، نحن قبل المؤتمر بعثنا لهم ايميل لانه هن بجلسه وحده، فبعثنا لهم ايميل اساسا بهذا الايميل عرفناهم على بعضهم، صاروا الايميلات الكونتاكت صاروا مع بعضهم البعض، بعدين التقوا بالمؤتمر وتناقشوا واكثر من باكثر من جلسه صار انه انا بدي هالشغله منك، انا بدي هالمعلومه منك، انت كيف بتعمل هالشغله؟ خلص هلا صار بعد المؤتمر ايميل وعنده الكونتاكت عنده، هذا بحد ذاته كثير شيء رائع، لحكي شغله بتخصكم انتم الاعلاميين، صارت كمان ما بعرف اذا لاول مره بس على الاقل نحن اللي بنعرف فيها اول مره انه الاعلاميين اللي كانوا موجودين ساووا مثل مؤتمر صحفي مصغر الحقيقه لانه كله عن بعد، يعني نحن بهي الجلسه اللي فيها باحثين سوريين من 5 دول بالعالم هن قعدوا الاعلاميين وصاروا يتواصلوا معهم ويسالوهم بشكل مباشر عن بعد، هذا ميزه ما كانت موجوده من قبل، يعني كان كثير صعب انه مثلا يتواصلوا مع بعض. يمكن وزاره الاعلام مظبوطه هي طبعاً. كان لها دوراتها السابقه اونلاين وكانت أكيد. يمكن التجربه او البدايه من وزاره الاعلام. عن باحثين. لا مظبوط، انا عم بحكي فقط عن باحثين، يعني هي اول مره بعلمنا مع باحثين سوريين. حلو. بهذا فكانت تجربه كثير متميزه الحقيقه، يعني طبعا شغله كمان حلوه انه نحن بثينا كل هذه الجلسات أونلاين. لايف، فكان عم يجينا كان في احد الزملاء معه لابتوب او معه حاسب عم ياخذ كل الاسئله اللي عم تجي من كل انحاء العالم كباحثين السوريين وعم يوردها للساده رؤساء الجلسه واللي عم يناقشوها وعم يطرحوها على الباحثين، فجو تفاعلي رائع جدا. جميل. كان حياتي. اكيد دكتور، بالرغم من كل الظروف اللي عشناها واللي عم نعيشها لهلا بهالمؤتمرات عم نثبت انه نحن عم نواكب العصر وعم نواكب صحيح. التطور العلمي، خلينا نحكي على رسالتكم وهدفكم من إقامة المؤتمر. هلا نحن هذا واحد من مهامنا اساسا تواصل مع الباحثين السوريين بالمقترب والاستفاده منهم، كان الهدف اللي الاساس بالمؤتمر الاول اللي سويناه السنه الماضيه واللي كان كمان متميز، كان الهدف فعلا هو اقامه شراكات بحثيه. هلا الشراكات البحثيه ممكن تكون مجرد انه باحث عم يطلب معلومه من باحث ثاني، بس ممكن انه يطلب منه كواشف او ممكن يطلب منه شيء ملموس يستخدمه بهذا، طبعا يعني الوضع هلا وضع السفر وضع الحصار الاقتصادي بيجعل شوي من الصعب صحيح. انه نحقق هذه الشراكات بسهوله، لكن في هدف كثير قصير الامد وبعتقد انه بنحققه الحقيقه هو انتم التعرف على باحثينا، لذلك نحن بدنا نطور هذا الامر لرسم استراتيجيه وطنيه نحن معنيين فيها كهيئه عليا للبحث العلمي، اضافه على الاقل مع وزاره الخارجيه والمغتربين، انه نعرف وين باحثينا المغتربين. حلو. باي مجالات بيشتغلوا، باي مؤسسات بيشتغلوا، لحتى نحن ناخذ منهم خبرتهم. امبارح انطرح بجلسه التوصيات كان في تواصل كثير حلو من برا، انه ليش يعني مثلا ليش الاعتماد على خبراء اجانب مثلا بعض الشركات، انا عندي هاي الخبره
استغلوني انا حاعطي لكم اياها ببلاش. فبالنهايه هيك بالنهايه بنعتمد على ذاتنا. حلو. يمكن دكتور المؤتمر أتاح وأوضح خلينا نقول أهمية ربط الباحثين السوريين بالمغترب مع الحركة البحثية العلمية السورية. صحيح. وصار في عنا شيء اسمه تبادل خبرات. صحيح. وهذا يمكن اللي بيسعى له المؤتمر لكسب أو خلينا نقول لأخذ معلومات ممكن تكون قيمة مضافة لنا ونحن نعطيهم معلومات. صحيح. ممكن يكون قيمة مضافة لهم. كلمة أخيرة دكتور منك اليوم، مع أنه نحن حابين أكثر ولكن كان الوقت داهمنا، كلمة أخيرة تفضل. الحقيقة أحد أهم التوصيات من المؤتمر، كان في توصيات عامة وتوصيات خاصة بكل جلسة، وفي جدول سويناه بالباحثين ومن الجهات العامة اللي رح نبعث لهم أبحاثهم بركي بيستفيدوا منها، لكن فعلا التوصية الأهم هو إن الكل يحكي باقتصاد المعرفة. نحن دولة بنرجع نقول وطن جميل جدا، لكن في بعض المقدرات ما بين ايدينا. العقول السورية لو كانت العقول السورية ما انا جميلة ما كنت حكيت هالحكي، لكن جميلة نحن بنعرفها وتبدع. فاقتصاد المعرفة شيء ما عاد في بديل، نحن بالنسبة لنا لا بديل له. هذا بيعتمد انه بدنا نطور الجامعات، نطور البحث العلمي، نطور الهيئات البحثية، وبدنا شيء مهم كثير كثير نحكي على الابتكار، انه هالبحث العلمي لا يبقى حبيس الادراج بل يترجم الى واقع ملموس، الى منتجات ممكن انه نستفيد منها وممكن انه نصدرها. تخيلي لو كنا ما نحسن نساوي كمامات، انا بعرف انه في عندكم شيء هذا، تخيلي لو كنا ما بنحسن نصنع كمامات قديش كنا بدنا ندفع لبرا لحتى نساوي كمامات. الحمد لله مباشره عن وزاره الصناعه ساوت كمامات ووزعتهم متوفره صارت. فهذا كله يعطوا الحقيقه بصب اقتصاد المعرفه. اكيد دكتور بنتمنى لك كل التوفيق وبنتشكر وجودك معنا. اكيد شكرا لك. شكرا لكم، يسعد صباحكم. كل التوفيق دكتور، وان شاء الله يا رب هيك بنشوف العقول السوريه وبنفتخر فيها بكل انحاء العالم.